السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله تكونون بخير يا رب. اليوم نكمل محاضرتنا الثامنة، واللي هي تتضمن سلسلة من محاضرات فيديوية بخصوص نقل الدم، واللي هي المادة مالتكم والمنهج مالتكم المقرر للمرحلة الرابعة. واليوم راح ناخذ المحاضرة مال الهيموليتيك ديزيز اوف ذا فيتس اند نيو بورن، وراح نرمز لها، والمختصر مالتها هو ال HDFN، واللي هو يعني اقصد به الهيموليتيك ديزيز اوف ذا فيتاس اند نيو بورن. اني استاذتكم استاذة المادة دكتورة زهراء، طبيبة اختصاص امراض دم. نبلش بالمحاضرة مالتنا. حطيت لكم الـ learning objectives، يعني الـ aims من هاي المحاضرة مالتنا. يعني احنا مفروض نهاية هاي الـ lecture شنو مفروض من عندنا راح نتعلم، يعني هاي المحاضرة مالتنا شنو راح تغطينا بنهاية المحاضرة، او شنو راح يعني شنو الاشياء اللي راح نتعلمها من هاي المحاضرة، وهي اولا شنو هذا الـ disease، اوكي، يعني الابيديميولوجي مالته and the pathophysiology of the hemolytic disease of the newborn، يعني انه هذا الـ disease ايش قد يعني انه يعني واسع الانتشار او مو واسع الانتشار، يعني الابيديميولوجي هل هو منتشر هوايه او ما منتشر هوايه، يعني ايش قد كعدد المصابين من الاشخاص كل سنه بالعالم، والباثوفيزيولوجي مالته يعني انه شلون دا يصير هذا الديزيز، يعني شنو الباثوفيزيولوجي بيهايند هذا الديزيز، يعني هذا الديزيز شلون دا يصير لنا. ثاني شيء احنا راح ناخذ هذا الديزيز شلون نقدر نسوي له دايجنوسيس، يعني شلون نقدر نشخصه. ثالث شيء راح نتعلم على بعد ما شخصنا عرفنا شنو هذا الديزيز، شنو الاسباب مالته، عرفنا شلون شخصناه. ثالث شيء نريد نعرف على الفيتال مانجمنت، يعني احنا هو هذا الديزيز يسموه هيموليتيك ديزيز اوف فيتاس، الفيتاس يعني اللي بعده بطن امه، والنيو بورن هو الطفل حديث الولاده. فاحنا هنا نريد نشوف اذا سوينا تشخيص لهذا الديزيز شلون راح نعالج الطفل وهو بعد بطن امه، ومن ينولد هم شلون راح نعالجه. اذا راح يغطي لنا المحاضره مالتنا هو انتشار هذا المرض ايش قد، وشنو الاسباب يعني، والباثوفيزيولوجي بيهايند هذا الديزيز، شلون نسوي له تشخيص، شلون نسوي معالجه للطفل وهو بطن امه، وشلون نسوي معالجه للطفل وهو ينولد. اول شيء راح نبلش بالابيديميولوجي او باثوفيزيولوجي، يعني انه هذا الديزيز هل هو واسع الانتشار او مو واسع الانتشار، ايش قد عدد الحالات تصير، والمسببات لهذا المرض. طبعا الهيموليتيك ديزيز اوف فيتس اند نيو بورن هو يعتبر رير كونديشن ذات اوكيرز وين ماتيرن ار بي سي اور البلاد جروب انتي بوديز اكروس ذا بلاسنتا ديورنج ذا بريجننسي اند كوز فيتال ريد سيل ديستركشن. يعني شنو رولا؟ يعني انه الجسم مال الام راح يكون لنا انتي بوديز، واللي هي عاده لازم تكون التايب مالتها اي جي جي، لان اذا تذكرون هي الاي جي ام تعبر البلاسنتا، فهي عاده الاي جي جي هي اللي تعبر البلاسنتا. فالماتيرنال انتي بوديز يعني ما ذاكرنا اكزاكتلي شنو، بس هي عاده الاي جي جي، اوكي، اللي هي تعبر البلاسنتا خلال الحمل، واللي راح تروح هاي الانتي بوديز تهاجم الانتيجينات اللي على سطح الخليه الحمراء مال الطفل، مال يعني الطفل هو بعد ما مولود، وراح يسبب لنا تكسر للخلايا الحمراء مالته. طبعا ايش قد الابيديميولوجي مالته، يعني ايش قد عدد الحالات المصابين بهذا المرض، من 3 إلى 80 حالة بال100 ألف حالة، يعني كل 100 ألف حالة تقريبا عندنا من 3 إلى 80 يعني حالة، تتراوح مرات اكو 3 مرات، يعني تتراوح من 3 إلى 80 عدد المصابين بال100 ألف حالة. طبعا الـ cases of hemolytic disease of newborn and fetus per year، يعني بالسنة، اوكي. The maternal blood group antibodies that cause hemolytic disease of newborn، طبعا حتى يصير لنا هذا الديزيز لازم، المشكلة شنو؟ انه المذر يعني المرأة الحامل يكون جسمها بيه antibodies، فهذه الـ antibodies لازم تروح وتهاجم شنو؟ الانتيجينات مال الطفل. فهاي الانتيبوديز ممكن اما تكون اصلا هي متكونه طبيعيا بداخل جسم المراه، فيسموها شنو؟ ايزو هيم اجلوتينين، اللي هي ناتشرالي اوكيرنج انتيبوديز، اي بي او انتيبوديز اللي هي مثال عليها الانتي اي والانتي بي،
واللي يسموها ايزوهيم اجلوتينين، او انه هذه الانتي بوديز هي اميون ان نيتشر تكونت بعد ما الجسم اتعرض الى فورين ريد بلاد سيل، فالنتيجه انه صار عندنا بلاد جروب الو انتي بودي. اذا لما اسالكم شنو الاسباب اللي خلت هذا الديزيز يصير، هو اما عندنا ايزو انتي بودي او الو انتي بودي. شنو معنى ايزو انتي بودي وشنو معنى الو انتي بودي؟ الايزو انتي بودي هو الانتي بودي اللي موجود احنا اصلا رب العالمين مخليه بجسمنا، مثلا اهل جروب اي عندهم انتي بي، مثلا اهل جروب بي عندهم انتي اي، الفصيله دمهم اي بي عندهم ما عندهم يعني انتي بوديات، واللي فصيله دمهم او عندهم انتي اي وانتي بي، ماشي؟ فهذا اللي اقصد بيه. طبعا يعني هذا بالنسبه للايزوهيم اجلوتينين، يعني ايزو انتي بودي. الايزو انتي بودي هو انتي بودي اصلا موجود ناتشرالي بجسمنا، يعني ما يحتاج انه احنا يعني مو سببه اميون، يعني هو ناتشرالي اوكيرنج. الايزو انتي بودي هو ناتشرالي اوكيرنج انتي بودي، وبينما الاميون انتي بودي او اللي نسميه الو انتي بودي هو اللي يتكون نتيجه انه الجسم اجاه شيء غريب، انتيجين غريب خلى هذا الجسم يكون انتي بودي ضد هذا الجسم الغريب، فيسموها هاي الانتي بوديز الو انتي بودي. وبالتالي الايزو انتي بودي والالو انتي بودي اثنيناتهم ممكن يسوون لي هذا الديزيز. حتى الهيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن تو اكير، حتى يصير ذا فيتس ماست بي انتيجين بوزيتيف، يعني الطفل يعني الجنين لازم يكون هو انتيجين يا نوع هو يكون انتيجين بوزيتيف، اوكي، اللي هو وارثه من الاب، وتكون المذر هي نيجاتيف. وبالتالي بما انه المذر نيجاتيف، فالمذر راح يصير عندها راح انه من يصير خلط بالدم بين الفيتاس بين هو هذا الجنين ودم الام، فهذه البوزيتيف بلاد راح ينتقل عن طريق البلاسنتا للام، فالام راح تعتبر هذا الدم غريب، دم غريب، فراح تكون عنده ضده اجسام مضاده اللي هي راح تكون نوعها الو انتي بودي. فراح النتيجة من راح تتكون هاي الانتي بوديز راح تقدر هاي الانتي بودي تعبر البلاسنتا وراح تروح تلتصق بالسطح الانتيجين على سطح الخلية الحمراء مال ذولي يعني الأجنة، وراح تسبب يعني ديستركشن للار بي سي مال الفيتس، تمام؟ يعني حتى صار ان هاي العملية لازم يكون الطفل وارث يعني الدم مالته يكون هو بوزيتيف بينما الام تكون نيجاتيف، اوكي. طبعا بعدنا احنا بالابيديميولوجي ام باثوفيزيولوجي، يعني يعني حاليا انا دا اشرح لكم على الباثوفيزيولوجي، يعني الكوز، يعني الكوزز مال الهيموليتيك ديزيز اوف ذا فيتس اند نيو بورن. فهنا ذا موست كومن كوز اوف بلاد جروب انكومباتيبلتي ريزلت فروم اي بي او بلاد جروب سيستم with incompatibility present in up to 20% of infant. يعني ده يقول لنا انه اكثر السبب مال ال incompatibility اللي هي عدم تطابق بالدم هي سببها عدم تطابق بالفصائل مال الدم، يعني كأنه الأم فصيلة والطفل فصيلة، فالنتيجة هذا الشيء ال incompatibility راح يكون مو زين، لأن إذا كان الطفل فصيلة والأم فصيلة فالنتيجة راح تكون اكو antibodies في جسم الأم راح تروح تهاجم سطح الخلية الحمراء مال الطفل اللي هو عنده فصيلة عكس فصيلة أمه مثلا، وبالتالي راح تهم هم ممكن تسبب لنا destruction ودامج للسطح مال الخلية الحمراء. فهذا شنو هذا وين نلاحظه؟ نلاحظه 20% من الأجنة من الإنفانت، يعني من الأطفال اللي مولودين. because لانه ال anti ABO antibody، بس احنا هذا الشيء يعني يا طلاب عدم التوافق بالفصيلة بين الام وطفلها صح انه ممكن يسبب لي يعني هذا الهيموليتيك ديزيز اوف النيو بورن وهو يحدث لي ب 20% من الاطفال، بس هو هذه الانتيبوديات اذا تذكرون ال ABO blood group antibody هو عادة يكون الناتشرالي اوكيرنج، يكون نوعه الكلاس مالته اي جي ام، فهو و most are not effectively transported across the placenta، يعني حتى إذا كان أكو عدم تطابق بين دم الأم وطفلها بالفصيلة
يعني مو بالار اتش، بالفصيله، بالاي بي او. ده يقول لك بالاي بي او انه most common cause of blood group incompatibility هي شنو؟ هي عدم التوافق ايش بالفصيله. حتى اذا كان اكو عدم توافق بالفصيله، فهذا يعني عدم التوافق صح يصير يعني بنسبه مو يعني شويه، يعني 20% مو شويه، بس انه هذا التوافق هو مو كلش احنا يعني نخاف من عنده. ليش؟ لانه اصلا الانتي بوديز مال الاي بي او، اذا تتذكرون راجعوا محاضره الاي بي او والار اتش، فاحنا الاي بي او بلاد جروب سيستم عاده يكون الانتي بوديز مالتها اللي هو ناتشرالي اوكيرنج ونوع اي جي ام، والاي جي ام نوت افكتفلي ترانسبورتد اكروس ذا بلاسنتا، يعني ما يقدر ينتقل عبر البلاسنتا بسهوله. وكذلك السبب انه الانتيجين اي والبي مو كلش متطورات على سطح الخليه الحمراء مال الجنين. إذن يعني ممكن أكو عدم تطابق بالدم بين الأم وطفلها بالفصيلة وليس بالآر اتش. الطلاب إذا تتذكرون إحنا أخذنا الأي بي أو بلاد جروب وأخذنا الآر اتش، فالأي بي أو بلاد جروب اللي هي يعني الأي بي أو بعد بلاد جروب، أوكي، بينما الآر اتش اللي هي يعني البوزيتيف لو نيجاتيف البلاد. فالأي بي أو اللي هي يعني انه الفصيله شافوا انه most common cause of blood group incompatibility عدم تطابق بالدم هو سببه عدم التطابق بالفصيله، اوكي، واللي يحدث تقريبا في 20% من الحالات، اوكي. بس هذا الشيء ما نخاف من عنده. ليش؟ لانه الانتيبوديز مال الاي بي او بلاد جروب سيستم هو عاده نوعها اي جي ام، وهاي الاي جي ام ما تقدر تنتقل لي عن طريق البلاسنتا بسهوله. وبالاضافه الى ذلك انه الخليه الحمراء اكو على سطحها شنو؟ مال الطفل اكو انتيجين اي يو بي، بس هاي الانتيجينات ما متطوره، نوت ويل ديفلوبد على الفيتس. وبالتالي حتى اذا اكو انتيجين يعني مثلا اكو انتي اي بجسم الام وقدر شويه من عنده اكو يقدر يعبر البلاسنتا، راح من يروح سطح الخليه الحمراء مال الطفل راح تكون الانتيجينات ما كلش يعني متطوره حتى يجي الانتيبودي يرتبط بها. فبالتالي يعني صح انه اكو ممكن عدم تطابق، بس هذا عدم التطابق ما راح يؤدي لي الى يعني فد سيفير هيموليتيك ديزيز اوف النيو بورن، اوكي. اذا يعني ممكن يسوي لي سيفير هيموليتيك ديزيز اوف النيو بورن، بس مو مثل السيفيريتي مال الار اتش اذا عدم توافق بالار اتش، اوكي. وذكرت لكم ذني السببين. ليش؟ لان الانتي اي بي او انتي بودي هي عاده اوف كلاس اميونوجلوبولين ام كلاس، ولانه على سطح الخليه الحمراء مال الطفل مال الجنين اكو انتيجين اي يو بي، واللي هي هاي الانتيجين اي يو بي شبيهه تكون كلش متطوره. Together, this result in a low rate of clinically severe hemolytic disease of newborn due to ABO compatibility. يعني حتى إذا كان أكو عدم توافق بين الأم وطفلها بالفصيلة بالـ ABO، فهذا الشيء ما راح يسبب لنا severe hemolytic disease of fetus and newborn. يعني راح يسوي لي ممكن disease بس low rate of clinically severe disease. أوكي، يعني الـ disease ما راح يكون كلش severe. والسبب ذكرت لكم اياه، لان عاده هاي الانتيبوديز تكون اوف كلاس اي جي ام اللي بتعبر البلاسنتا، ولانه على سطح الخليه الحمراء مال الطفل الانتيجينات ما كلش متطوره. Because the maternal ABO antibody are present without a previous عادة إذا تعرفون طلاب إنه إحنا ال ABO antibody اللي هي مثال عليها ال NTA وال NTB، قلناها هذني IgM اللي كلاس مالتهن المثال عليهن هي ال NTA وال NTB، هذني هن الله مسوي لنا إياهن بجسمنا، إذا هن ما جاء هن مو إميون، إذا هن ما نحتاج previous sensitization حتى يصيرن، هن أصلا موجودات بجسمنا، هن أصلا صايرات، أوكي. كل شخص عنده فصيلة دم فعنده الانتيبودي اللي عكسها، اوكي. فبالتالي الهيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن اللي هو سببه الاي بي او انكومباتيبلتي او الاي بي او انتيبودي ممكن تحدث بالفيرست ترايمستر. ليش؟ لانه اذا كان اكو عدم توافق بين الام وطفلها بالفصيلة
ممكن يحدث الهيموريتيك ديزيز اوف نيو بورن او فيتس عند نيو بورن، بس يكون بنسبه قليله، وحتى اذا صار فما راح يسوي لي في السيفير ديزيز، لانه ذكرت لكم الانتي بودي هو كلاس ام، مو ما يعبر البلاسنتا، وحتى اذا عبر فهو مو كلش يعني يسوي لي مشاكل هوايه. وثاني شغله، لانه على سطح الخليه الحمراء مال الفيتس الانتيجين اي وود بي ما متطورات زين. فعادة هنا ايش راح يصير عندنا طلاب؟ راح يصير عندنا انه ممكن يعني الهيموليتيك ديزيز اوف فيتس اند نيو بورن ممكن يصير اول حمل هنا، لان اصلا الانتيبوديز اللي هي مال الاي بي او انتيبودي اللي اقصد بها الانتي اي والانتي بي واللي هي نوعها اي جي ام، هي اصلا موجوده مصنعه، يعني انا ما محتاجه انه اني اتعرض الى شيء غريب، يلا اخلي الجسم مالتي يسوي لي انتيبودي ضد هذا الجسم الغريب او الار بي سي الغريبه. وطبعا الريكرنس رايت، يعني هذا الريكرنس رايت سبب ديو تو هذا الشيء، يعني يحدث تقريبا ب 87% من الكيسز. اوكي، ات از موست كومنلي سين، هذا عاده وين نشوفه؟ لما تكون الاميه البلد جروب مالتها او، وبالتالي شنو عندها اهل جروب او؟ عندهم انتي اي وانتي بي بالسيرم، والطفل يكون جروب اي او جروب بي، وبالتالي الطفل من يكون جروب اي او جروب بي ممكن عنده انتيجينات على سطح الخليه الحمراء، بس هذين الانتيجينات مو كلش متطوره، وبالتالي ممكن قسم بسيط من الاي جي ام انتي بودي، فشي كلش قليل منها اللي هي انتي اي وانتي بي، يعني اقصد بيها اللي هي نوعها اي جي ام، ممكن تعبر لي البلاسنتا، وممكن ترتبط لي بالانتيجين اي والانتيجين بي اللي هم مو كلش متطورات على سطح الخليه الحمراء مال الانفانت في الطفل، وممكن تسبب لي يعني تحلل للخليه الحمراء مال الطفل بسبب عدم تطابق بالفصيله بين الام وطفلها. اوكي، بس هذا الشيء ممكن يصير، بس ما راح يصير قوي الدرجه احنا نخاف منها. وذكرت لكم شنو الاسباب، لانه احنا عندنا هاي اللي هي ناتشرالي اوكيرنج انتي بودي اللي هي الانتي اي والانتي بي، هي الكلاس مالتها اي جي ام، حتى اذا عبرت قسم كلش قليل منها يعبر البلاسنتا، فهو ما راح يسبب لي في ذاك السيفيريتي، لانه هي اصلا ما راح تعبر بكميه هوايه عبر البلاسنتا، اصلا عاده اكثرها ما يعبر البلاسنتا، في حال انه كلش فتشي قليل من عندها عبر البلاسنتا، فراح يعني ما راح انه يسبب لي ذاك الفتشي اللي انا اخاف من عنده. اوكي، وممكن الانتيجين اي والانتيجين بي مال اللي موجودات على سطح الخليه الحمراء مال الطفل تكون not well developed، وبالتالي حتى اذا كان الطفل هو مثلا الجروب مالته اي او بي، ما احنا عنده انتيجين اي وعنده انتيجين بي والامايه هي جروب او، طبعا لازم يكون هيك الفصائل، يا الله يكون اكو عدم تطابق. ليش؟ لان لما تكون الامايه جروب او معناه عندها بالسيرم انتي اي وانتي بي، والطفل لما يكون هو جروب اي او جروب بي فمعناه عنده انتي جين اي وعنده انتي جين بي، بس انه ما كلش متطورات، فراح تيجي هاي الانتي بوديات راح ترتبط بالانتيجينات وراح تسبب لي هيموليسيس للار بي سي. هذا الديزيز الهيموتيك ديزيز اوف فيتس اند نيو بورن اللي هو سببه الاي بي او انكومباتيبلتي، عدم توافق بين فصيله دم الام وفصيله دم ابنها، ممكن يصير باول حمل، لان اصلا هو هاي الانتي بوديز هي مصنعه بداخل الجسم، فما تحتاج انه الامايه تتعرض الى انتيجين عن طريق اول حمل، حتى الا بثاني حمل يا الله يصير الدمج للخلية الحمراء مال الطفل. اوكي، يعني ممكن الهيموليتيك ديزيز اوف فيتس اند نيو بورن اللي هو سببها عدم تطابق بالفصيلة ممكن يحدث بالفيرست بريجنسي. بعد من الاسباب اللي يسبب لي هذا الديزيز هي دمو بين، ايش قلت لكم اني طلاب؟ قلت لكم ممكن يصير يعني هذا الديزيز اللي هو عدم تطابق بالفصيلة بين الام وطفلها، بس ممكن بعد اللي اكثر اخاف من عنده واللي صدق اني يعني اخاف من عنده واشيل لهم، هو الموست كلينيكال سيجنيفيكنت فورم اوف هيموريتيك ديزيز اوف نيو بورن، هي لما اكو المشكله بيمن بالالو انتي بودي وليس بالايزو انتي بودي. اذا تلاحظون هنا ذني الانتي بوديات اللي هو لما اكو عدم توافق بالفصيله، والنتيجه لما اكو نوع انتي اي وانتي بي واللي هي الكلاس مالتها اي جي ام، هذني نوعين الانتي بوديات ايزو انتي بودي، هي اصلا موجودات بجسمنا، بينما احنا ما نخاف من الايزو انتي بودي
كثر ما خاف من الالو انتيبودي. الالو انتيبودي معناه شنو؟ معناه الام اما باول حملها كان طفلها موجب دمه وهي سالب، فبالتالي الدم مال الطفل مالتها يعني عن طريق البلاسنتا انتقل للام، فخلى الام تعتبر هذا الدم شيء غريب لان هي نيجاتيف وهو بوزيتيف، خلاها تسوي سنسيتايزيشن تتحفز حتى تسوي لي شنو؟ اجسام مضاده يا نوع مالتها اي جي جي اللي هي نخاف منها وتعبر البلاسنتا. تمام؟ النوب ما راح يصير شنو؟ ما راح يصير مشكله باول حمل، راح تصير المشكله بالحمل الثاني والثالث وغيرها. فالنتيجه شنو راح يصير؟ راح يصير بالحمل الثاني والثالث راح انه اصلا هذا الانتي بودي المضموم راح مره ثانيه هم اذا الطفل هو بوزيتيف والام هي نيجاتيف، هم راح يصير خلط بين دم الطفل وامها والام مالته، وهم راح يخلي انه هاي الانتي جي انتي بودي راح تعبر البلاس اللي هي نوعها اي جي جي راح تعبر البلاسنتا، وهاي الانتي ودي راح تروح تشلب على سطح الخلية الحمراء مال الطفل وراح يسبب لي تحلل للخلايا الحمراء معتب. طبعا شنو من انواع الاي جي جي؟ هنا هواية انواع اكو، اكثر انواعها اللي تسبب لي هذا الديزيز هو الاي جي جي 1 والاي جي جي 3. ليش؟ لان تقدر تنتقل عبر البلاسنتا، لان اكو اف سي ريسبتر لان عن طريق يعني باي ذا اف سي ريسبتر، اكو اف سي ريسبتر على هذين الاي جي جي 1 والاي جي جي 3. وطبعا اكثر شيء شو وقت نلاحظه طلاب؟ من يعني احنا الحمل نقسمه الفترة الأولى من الحمل والفترة الوسطية من الحمل والفترة الأخيرة من الحمل. هذا شو وقت نبدي نخاف من عنده ويبدي ينتقل؟ يبدي ينتقل بالفترة الثانية من الحمل، يعني بعد 3 أشهر الأولى، يعني مثلا خلينا نقول بشهر السادس شهر الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، هن ذني نخاف منها. يعني من شهر مو بالفيرست ترايمستر، يعني أول 3 أشهر احنا ما خاف منها. وهسه اقول لكم ليش بالمحاضره، يعني راح تيجي سلايد يوضح هذا الشيء، وخلي اقول لكم اياها هسه او خلوا هاي المعلومه براسكم، انه تركيز الانتي بودي باول اشهر الحمل تكون قليله، كلش قليله النسبه مال الانتي بودي، وبالتالي حتى اذا انتقلت فما راح تسوي لي ذاك الشيء اللي انا اخاف من عنده. اكثر شيء المشكله وين راح تكون؟ راح تكون يعني بالسكند ترايمستر وبالثيرد ترايمستر، لانه التركيز والكونسنتريشن مال الانتي بودي راح يبدي يزداد وراح يبدي يكون كلش هوايه، فبالتالي راح تصير لي المشكله شو وقت؟ بالسكند ترايمستر والثيرد ترايمستر. In the fetal circulation، إذا هسه طلاب ايش صار عندنا؟ صار عندنا سببين للهيموليتيك ديزيز اوف فيتس اند نيو بورن، إما سبب عدم تطابق فصيلة الدم بين الأم وطفلها، أو إنه أكو عدم تطابق، أو العفو إنه المذر تكون بوزيت نيجاتيف وتكون طفلها بوزيتيف، فإذا أكو عدم توافق بيمن بالآر إتش، فبالتالي خلى إنه الدم من طفلها انتقل إلها فخلاها إنه تكون سنسيتايز تتحفز، وبالتالي بالتالي هنا شو وقت راح يصير لي المشاكل تظهر؟ بالنكست بريجنسي، يعني مو اول حمل، اول حمل ما راح تكون اكو مشكله، راح تكون المشكله وين؟ بالسكند بريجنسي، لانه حتى اذا كانت المشكله فمو دائما بالفيرست بريجنسي، بينما بالمشكله الاولى اللي سببها عدم توافق بين دم الام وطفلها بالفصيله وليس بالار اتش، ممكن تصير باول حمل، لانه اصلا هي الانتي اي والانتي بي هن اصلا موجودات بداخل جسمنا واحنا ما محتاجين فشي جديد يعني حتى يحفز لنا الام وتكون لنا هاي الانتي بوديز. بالفيتال سيركوليشن هاي الانتي بودي راح ترتبط بالانتيجين مثل ما قلت لكم وراح تكسر الخلايا الحمراء، فبعدين راح اسوي لها هيموليسيس يعني تحللها. فهذا التحلل مال الخلايا وين راح يصير؟ راح يصير بال يعني بالطحال مال الطفل. فراح يصير النتيجة شنو؟ انه الانتيبودي من اللي تكونت راح ترتبط بالانتيجين على سطح الخلية الحمراء مال الطفل، وراح يصير تحطم للخلايا مال الطفل وين؟ بالسبلين مال الطفل. فطلاب النتيجة انه الخلايا الحمراء راح يصير بها هيموليسيز، يعني شنو؟ راح يصير بها ديستراكشن بالفيتال سبلين، يعني بالطحال مال الطفل.
فالنتيجة من تكسر الهيموغلوبين فري هيموغلوبين is metabolized into bilirubin، يعني نتيجة التكسر والفري مال الهيموغلوبين الصبغة مال يعني الهيموغلوبين موجودة بال RBC، ونتيجة التكسر مال RBC راح تطلع الفري هيموغلوبين، هذا راح يصير بي ميتابوليزم إلى بيليروبين، واللي يصير بيه كونجوكيشن وين؟ بالماتيرنال ماتيرنال ليفر. ليش؟ لأنه أصلا الليفر مال الطفل بعد ما مت يعني ما يقدر يسوي كونجوكيشن للبيليروبين. النتيجة شنو؟ كل ما يعني الخلايا مال الدم الحمراء مال الطفل كل ما تتكسر، كل ما راح يصير الطفل عنده شنو؟ راح يصير أنيميا، راح يصير يعني الأنيميا راح تزداد عنده، يعني كل شوية راح تزداد عنده الأنيميا. يعني أول شيء كانت الأنيميا يعني بسيطة، مثلا اللي أنه تكسرت عدد معين من الـ RBC، بس كل ما تتكسر الخلايا الحمراء أكثر كل ما الانيميا تزداد اكثر، والنتيجه ايش راح يصير؟ انه الفيتال هيماتوبويسز انكريزز. احنا النتيجه انه الخلايا الحمراء تتكسر وتروح، فالنتيجه احنا نريد نعوض عن هاي الخلايا اللي تتكسر لي هوايه ويصير بيها هيموليسز بالفيتال سبلين، فالنتيجه راح شنو؟ اكو اعضاء يعني اورجان ثانيه غير البون مارو راح يصير بيها شنو؟ راح يصير بيها عملية تكوين خلايا الدم، وهذا شيء يسموه اللي هو وين؟ بالليفر والسبلين. ولذلك راح بما انه ذني الليفر والسبلين راح يستخدمه، يعني راح يساعدن لي حتى يتكون لي خلايا دم جديدة. فالنتيجة انه ذني راح يكبره، راح يتضخم، فالليفر والسبلين راح نلقاه متضخم عند هذول الاشخاص. وليش السبب؟ لانه اصلا هي الانيميا زادت عندهم نتيجة تكسر كريات الدم الحمراء، فالبون مارو اصلا ما يقدر يعوض بهذا التكسر، فالنتيجة راح تتشكل لي خلايا دم يعني حمر بأعضاء ثانية لايك الليفر والسبلين. فالنتيجة انه شنو راح يصير؟ فالنتيجة انه راح يصير عندنا فد مصطلح شنو يسموه؟ يسموه الإريثروبلاستوسيس فيتاليس. فهاي وين؟ لما تزداد الهيماتوبويسيس انكريزز. الهيماتوبويسيس شنو هي؟ عملية انكريزز الفورميشن اوف ري اوف بلاد سيل فورميشن، والبلاد سيل فورميشن اللي اقصد بها الار بي سي والوايت بي سي والبليتليت. بس هو اكثر شيء شنو؟ راح تتكون لي الخلايا الإريثروبلاستوسيس فيتاليس. الإريثروبلاستوسيس يعني الإريثروسايت والإريثروبلاست راح تزداد. ليش؟ لأنه إحنا اللي تتكسر لي الخلايا الحمراء هواية، فبالنتيجة أني بون مارو ما يقدر يعوض لي عن هذا التكسر مال الخلايا، فالنتيجة إنه أني أريد الخلايا الحمراء تتكون لي بأعضاء ثانية لايك الليفر والسبلين، فبالتالي راح يصير عندهم enlargement يعني كبر بالليفر وبالسبلين، اللي هو ناتج عن إنه هذني الأورجان قعدوا يسووا لي خلايا دم جديدة تعوض لي عن الخلايا الدم اللي تكسرت بالسبلين مال الطفل. بالحالات اللي كلش يعني سيفير، طبعا هذا نحكي وين؟ لما بحالة الاي جي جي، يعني لما انه اكو بالفيرست بريجنسي كانت المذر نيجاتيف والطفل بوزيتيف، فالنتيجة انه صار اكو اختلاف بين دم الطفل وبين دم المذر، فالنتيجة انه خلى المذر تصير سنسيتايزد تتحفز، فالنتيجة هاي المذر السنسيتايزد راح تكون انتي بودي ضد الانتيجين اللي موجود على سطح الخلية الحمراء مال الطفل، فراح تكسر الخلية الحمراء مال الطفل. ليش؟ لان هذا الانتي بودي اللي هو اميون اللي هو مكتسب مال بداخل جسم المرأة الأم هو يكون نوعه اي جي جي، فهذا الاي جي جي يقدر يعور البلاسنتا ويرتبط بالخلايا الحمراء مال الطفل وراح يكسرها بالسبلين مالته. فكل ما تكون الحالة more severe راح يصير يعني الليفر الهيباتيك أقصد بيه، راح يعني الليفر الهيباتيك يعني الليفر، الليفر راح تقل الفانكشن مالته، يعني راح تقل الإفكت مال الليفر على مو شي يسوي لي
reduce الهيباتيك synthesis of البومين، يعني الليفر ما راح يقدر بعد يسوي لي يعني البومين، والالبومين كلش مهم يحافظ لي وحده من انواع من يعني البروتينات المهمه الالبومين. فالنتيجه راح يؤدي الى low plasma oncogenic pressure، يعني البريشر مال البلازما راح يقل، لانه الالبومين اني احتاجه حتى يعادل لي الانكوتيك بريشر بالبلازما، وبالتالي لما يقل الانكوتيك بلازما انكوتيك بريشر راح يصير يعني عدم توافق بالفلويد اللي بداخل الخليه واللي خارجها، يعني بالانترا سيلولار وبالانترستيشيال سبيس. فبالنتيجه انه كوما فلويد راح يطلع من داخل الخليه ويروح للانترستيشيال سبيس، فراح تطلع عندنا في حاله يسموها اوديما، يعني يعني شنو فلويد كولكشن، يعني راح الطفل يورم وراح يصير عنده اسايتس. المعنى مال الاسايتس يعني تجمع بالفلويد بداخل البطن، اوكي. فهذا كل النتيجه انه هو الليفر ما تتحطم سببه، لانه اصلا هو الليفر والسبلين قاعد يشتغلوا لي كل شويه حتى يعوضوا لي عن التكسر مع الخلايا الحمراء، حتى يعوضوا لي عن انه الخلايا الدم الحمراء اللي تكسرت. ايش راح يصير؟ انه الخلايا الحمراء الدم الحمراء اللي تكسرت هوايه، اني شنو اريد اعوضها بشنو؟ اعوضها انه يصير عندي يعني انه الليفر والسبلين راح يشتغلوا لي مكان البون مارو. فبالتالي ذني كل ما انه اشتغلن زين، كل ما زاد يعني الشغل مالتهن، كل ما انه كبرن وتضخمن، وبالنتيجه من كبر الليفر وكبر السبلين هذا الليفر راح يصير بيه ممكن راح يقل الفانكشن مالته، يعني راح يصير الليفر، طبعا اسمه الثاني العلمي هو هيباتيك، فهذا الليفر راح يقل الفانكشن مالته، فراح بعد هو الالبومين يصنع بالليفر، وبالتالي الالبومين ما راح يصنع بالليفر، والالبومين طبعا شيء يدينا الى شيء ثاني. فتشوفون الطفل راح يزداد عنده، راح يشوفوه يعني كله فلويد مبطط، يعني جسمه مليان فلويد اوديما يعني يصير، وراح يصير عنده بطنه مليانه فلويد اللي هو مصطلح يسموه اسايتس. هذا كله بسبب انه الالبومين قل بالجسم مال الطفل. ليش؟ لانه هذا الالبومين هو اللي يصير نتيجه انه الهيباتيك يعني الليفر ما دا يشتغل بطريقه صحيحه وفشل، فبالتالي سوى لنا هاي المشاكل اللي اني دا احكي لكم عنها. راح يجي راح يصير عندنا في المصطلح اللي هو شنو يسموه هايدروبس فيتاليس. يعني شنو هايدروبس فيتاليس؟ الطفل راح يصير عباره عن كل جسمه متروس مي فيوجن مع اسوشيتد كاردييك فيلر، وراح يصير عنده ديث. فالنتيجه راح تصير هي سيكولي، يعني فد سلسله من احداث، انه اول شيء المراه كانت نيجاتيف الام ماي والطفل مالتها بوزيتيف، فالنتيجه انه بالفيرست بريجنسي ما راح يصير شيء، يعني مو دائما بالفيرست بريجنسي يصير شيء، عكس بالحاله الاولى اللي ذكرنا لما اكو عدم تطابق بين بالفصيله مو بالار اتش. عدم تطابق بالفصيله يكون الديزيز هذا الديزيز اقل سيفيرتي، يعني مو كلش خطر، مقارنه بهذا الحاله اللي هي لما يكون يعني عدم تطابق بالار اتش. في الار اتش يكون كلش الديزيز سيفير، وكل ما زادت السيفيرتي كل ما انه يشوف الطفل وتحطمت الخلايا الحمراء مالته بالسبلين مالته، نتيجه انه المذر عندها اي جي اميون اميونوجلوبولين جي اللي هو اميون ينتقل عبر البلاسنتا، راح يروح يرتبط لي بالخلايا الحمراء مال الطفل، واللي هي شنو بالانتيجين الموجود على سطح الخليه الحمراء مال الطفل، وراح يحطمها بالسبلين. فالنتيجة عن هذا انه راح يصير عند الطفل شنو حتى جوندس، يعني ابو صفار، لان البليروبين راح يطلع منين؟ من صبغة الهيموغلوبين اللي هي ناتجة عن تكسر الخلايا الحمراء. فالنتيجة بعد كل ما تكسر الخلايا الحمراء كل ما اني اريد اعوض. فالنتيجة اني شلون اعوض؟ انه يعني الليفر والسبلين مال الطفل هذا راح يكبرن كلش يعني ويزداد حجمهن، حتى ليش؟ لان هنا راح يساعد لي انه يصنع لي خلايا حمراء حتى تعوض لي عن النقص اللي دا يصير. وبالتالي انه يعني بالحالات السيفير، يعني اللي كلش حالات يعني
قوية، انه الليفر راح الفانكشن مالته راح تقل، يعني الكبد الفانكشن مالته كل ما انه هو زادت الديزيز السيفيريتي مال الديزيز، كل ما الكبد مال الطفل راح يعني يفشل. وبما انه الالبومين هذا البروتين ده يصنع لي من الليفر، فالالبومين راح يقل، وبالنتيجه ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا لو بلازما اونكوتيك بريشر، وبالنتيجه راح يصير عندنا اوديما، وراح يصير عندنا اساتيس. من يقل البلازما اونكوتيك بريشر راح الفلويد يطلع من داخل الخليه ويروح للانترستيشال سبيس، فراح تنملي هذا المكان بالفلويد، فراح يسوي عندنا اوديما وراح يسوي عندنا اساتيس. فالطفل راح يصير شلون طوبه ومثروسه مي، فيسموه المصطلح هايدروبس فيتاليس، اللي هو شنو؟ انه جسم الطفل كله يكون مملي بالمي بالفلويد، وهذا السبب كله اللي راح يؤدي لي الى فشل بالقلب مالته، وراح يؤدي لي الى ديث، يعني موت، يعني الطفل يموت. اللي راح يصير بعد عندنا طلاب regarding الباثوفيزيولوجي of the hemolytic disease of fetus and newborn، انه ممكن هذا الشيء يعني يصير لي مو فقط بال يعني ما راح يكون لي خلال فقط يعني والطفل بداخل بطن امه، ممكن حتى هذا الشيء يستمر لي حتى بعد يعني ما ينولد الطفل. وهذا شلون راح يصير؟ انه راح يكون عندنا الباسيف بلاد جروب انتي بودي كان كونتينيو تو افكت النيونيتال ار، ولذلك يا طلاب اذا لاحظتوا اسم المحاضره يسموها هيموليتيك ديزيز اوف فيتس اند نيو بورن، الفيتس هو الطفل اللي موجود بداخل بطن امه بعد ما مولود، بينما النيو بورن هو الطفل اللي انولد اللي عمره اقل من خلال يعني شهر عمره. فهذا الافكت مال الانتي بودي الموجود واللي حطم لي عبر البلاسنتا وحطم لي الخلايا الحمراء مال الطفل بداخل بطن امه، راح يظل هذا الافكت موجود، تمام؟ راح يظل موجود، وبالنتيجه كل لما يظل موجود راح ممكن حتى ياثر لي على الخلايا الحمراء مال الطفل حتى بعد ما ينولد بداخل من بطن امه، فراح تستمر عنده، ممكن يشوف انيميا، وممكن مو بس انيميا راح يصير عنده حتى يعني ابصفار، الى ان شنو يصير عنده؟ الى ان يعني هاي الانتي بودي اللي معقوله وماخذها من جسم امه بعد ما موجوده، يعني انه خلص الافكت مالتها، واللي ممكن الافكت مالتها يخلص يعني يطول لنا اسابيع الى اشهر، يا الله انه يخلص الافكت مالتها. اذا طلاب ممكن تصير عندنا حاله مرضيه، وهو انه هذا الديزيز نشوفه مو بس بالفيتاس، يعني مو بس نشوفه بالطفل بداخل بطن امه، وانما كذلك راح ممكن يستمر الى الطفل وهو من ينولد. والنتيجة شنو؟ انه الانتي بودي اللي موجودة اللي اكتسبها الشخص من الام راح ممكن تستمر هذه الانتي بودي، وراح شنو راح تسوي هاي الانتي بودي؟ راح تروح وتظل تحطم لي الخلايا مال الدم، يعني هي هاي الانتي بودي اللي نقلت لي للطفل راح تظل موجودة بجسم الطفل اللي انولد، وراح تظل تسوي لي اون جوينج انيميا، راح تظل تحطم لي خلايا الدم مالته، وراح تظل عنده انيميا الى ان هاي الانتي بودي يخلص مفعولها، واللي ممكن يطول لي اشهر او الى اسابيع بعد الولاده، بعد يعني ولاده الطفل. ف ان ايرلي نيونيتال انيميا، يعني مرات نشوف طفل نيونيت، يعني طفل ولد عمره اقل من شهر، يعني خلال شهر نسميه نيونيت، نجي نلقى هذول الاطفال عندهم انيميا وعندهم بيليروبين. بيليروبين يعني شنو؟ الماده اللي يعني البيليروبين اللي هي الماده الصفراء اللي هي تسبب للطفل يصير عنده جوندس او اصفار، اللي هي هذا اللي سببها منين؟ انه الخلايا الحمراء الار بي سي كل ما تتكسر راح تطلع الصبغة الهيموغلوبين، فالهيموغلوبين راح النتيجة مال ميتابوليزم مالته راح يطلع لنا مالته البيليروبين، اللي هو البيليروبين من يزداد هذا البيليروبين شلون يكون اللي يطلع للطفل؟ راح يجينا مثلا يشكي من انيميا فقر دم وارتفاع بالبيليروبين بالمادة الصفراء، فالنتيجة هذا كله بسبب التكسر مال الخلايا الحمراء. فالنتيجة راح نلقاه راح يزداد بسرعة، يعني البيليروبين راح نلقاه كلش معلق، راح نلقى الطفل عنده فقر دم، وهذا كله بسبب انه
الفيتال ليفر ميتابوليك ماشينري از نوت ويل ديفلوب. يعني شنو طلاب؟ يعني احنا الطفل هذا اللي استوى مولود هو اصلا اكو بعد باقي بجسمه انتي بودي من الامايه وده تحطم له الخلايا الحمراء مالته، فده يصير هيموليسيس، ده تتكسر الخلايا الحمراء، فكل ما تتكسر الخلايا الحمراء ده يطلع من عندها هيموغلوبين، كل ما طلع هيموغلوبين ده الهيموغلوبين ده يصير بيه ميتابوليزم ويطلع لي بيليروبين، فالنتيجة هذا كله من تكسر الخلايا الحمراء. زين هذا البيليروبين ليش ما ده يصير عند الطفل أبصفار، والأبصفار هذا خاف من عنده لأنه ممكن يروح يأثر على الدماغ مال الطفل؟ ليش؟ لأنه هذا البيليروبين يسموه unconjugated bilirubin. ليش؟ لأن الليفر مال الطفل بعده ما متكون بطريقة صحيحة وما مترتب بطريقة صحيحة، وبالتالي هذا الليفر ماذا يخليه انه هذا البيليروبين يصير بيه كونجوكيشن حتى يطلع لي ونتخلص من عده بالادرار وبال يعني وبال وبالخروج. فبالتالي انه هذا البيليروبين، هذا الانكونجوكيتد بيليروبين اللي ناتج عن سببه انه الطفل بعده الليفر ما تمام مستوي زين، فهذا النتيجة مالته انه راح شي يصير عندهم ايش راح يصير عندنا حالة؟ راح يصير عندنا بيليروبين انسيفالوباثي، فحالة مرضية يسموها بيليروبين انسيفالوباثي. وهي شنو؟ انه الانكونجيكيتد بيليروبين مو يقدر يعبر البلود برين بارير مال الدماغ، مال الدماغ، لانه هو هذا النوع الانكونجيكيتد بيليروبين يقدر يعبر البلود برين بارير مال منو؟ مال الدماغ، فراح يحطم لي خلايا الدماغ وراح يسوي لي تلف خلايا الدماغ اللي هي يسموها بيليروبين انسيفالوباثي، اللي نتيجتها شنو راح يصير؟ انه الطفل شنو راح يصير عنده؟ راح يصير عنده ممكن لترجي، يتعب، تشوفوه راسا الطفل مثلا يعني تجي تشكي الامايه او الاهل انه الطفل كلش تعبان، ما يقدر يرضع، ما نايم النهار كله، خامل، اذا قعد ما يقعد، ينام فترات طويله، ممكن حتى يصير عنده يعني مشاكل عصبيه، نيورولوجيكال ابنورماليتيز، ممكن يصير عنده ماسكولار مانيفستيشن. يعني ماسكولار مانيفستيشن شلون هي؟ انه يصير عنده هايبوتونيا، هايبرتونيا، يعني شلون نشوف العضلات مالته لو خامله لو يعني تعمل بطريقة أكثر، الهايبرتونيا يعني كلش تعمل بطريقة هواية. أوكي، ممكن أويك ساك، يعني ما يقدر يرضع من صدر أمه، ممكن حتى يصير عنده سيزر يعني صرع، وحتى ممكن يصير عنده أغماء، هذا كله بسبب تكسر خلايا الدم مال الطفل اللي مولد حديثا، اللي هو باقية الأنتيبودي بجسمه من أمه، واللي ممكن إنه هذا الشيء يستمر للأسابيع إلى أشهر، يعني مو قصدي الأسابيع إلى أشهر تبقى عنده ارتفاع يعني الجوندس، وإنما الأنيميا عنده ممكن تطول لي الأسابيع إلى أشهر، إلى أن الأنتيبودي اللي من جسم الأم اللي رايح له للطفل نخلص من عنده. فإحنا نخاف من البيليروبين الناتج عن التحلل مال الخلايا الحمراء، لان هذا البيليروبين الليفر مال الطفل ما مستوي زين حتى يقدر يسوي لي كونجوكيشن اله ونتخلص منه بالاضرار والخروج، وانما هذا البيليروبين راح يبقى ان كونجوكيتد وراح يقدر يعبر خلايا الدماغ وراح يسوي لي هذني المشاكل اللي قلت لكم عليها. فالنتيجة ايش راح يصير عند الطفل؟ كرونيك اند بيرمننت افكت. هذا يعني لما يزداد هذا البيليروبين هو طبعا له تأثير كلش مو زين بالدماغ مال الطفل، فالنتيجة راح يصير عنده فشي يسموه كيرنكتراس which is permanent neurological damage. يعني راح يصير عنده يعني الدماغ مالته راح يعني يتلف بصورة نهائية، وراح يصير عنده فشي يسموه سي بي، سي بي سيربرال بالسي، اللي هو يصير عنده شلون الشلل الطفل زين، يصير عنده ممكن اوديتوري ديسفانكشن يعني مشاكل بالسمع، انتلكتشوال اور اذر هانديكابس. شنو انتلكتشوال؟ يعني مشاكل بالذكاء مالته، واذر يعني هانديكابس ومعوقات ثانيه، كله بسبب البيليروبين اللي هو ما نقدر نسوي له كونجوكيشن لان الليفر مال الطفل ما مستوي ولا متطور. اوكي، وهذا كله ناتج من التحطم مال الخلايا الحمراء بداخل الطفل. طبعا الانفانت الطفل may also enter a هذا طبعا طلاب انتبهوا لي عليه، فشي كلش حلو مهم. ممكن الطفل يعني الانفانت اللي هو الطفل اللي عمره سنة،
هسه اذا تلاحظون النيونيت طفل عمره شهر، الانفانت طفل عمره سنه. ممكن الطفل هذا عمره سنه كل ما نسوي له تحليل دم نلقى عنده انيميا، فقر دم. ليش طلاب ممكن نلقى عنده فقر دم؟ لانه يصير عنده فد مصطلح يسموه هايبو بروليفراتيف فيس اوف انيميا. شنو يعني هايبو بروليفراتيف فيس اوف انيميا؟ يعني اكو خمول، الخلايا الحمراء مدى تتكاثر، مدى تتكون بنخاع العظم. ليش؟ بسبب هذا كله انه الانتي بودي يعني الاجسام المضاده الموجوده بجسم الام بقت مستقره وين؟ بنخاع العظم مال الطفل، وهذا هو اللي خلالي الخلايا يصير بيها اضمحلال، يعني فما راح تتكاثر الخلايا الدم الحمراء، وبالتالي هاي الخلايا الحمراء من ما تكاثرت النتيجة صار عندي في مصطلح يسموه الإريثروبويتيك مارو سبريشن، يعني البون مارو راح يصير بيه تحطم، وما راح الخلايا الحمراء مالته يعني تنتج بطريقة صحيحة، وبالتالي هذا كله نتيجة انه الأمايه الانتي بودي الموجود بجسمها اللي راح يروح يستقر بنخاع العظم مال الطفل، وراح يخليه ما يكون لي خلايا دم بطريقة صحيحة. فرشوفه دائما من نسوي له تحليل نلقاه عنده انيميا. هذا الانيميا شنو يسموها؟ يسموها هايبو بروليفرتيف فيس اوف انيميا، اللي يعني شنو النتيجه؟ انه اكو اجسام مضاده من الام استقرت بنخاع العظم مال الطفل وخلته يصير عنده يعني دائما انيميا، ممكن يعني تستمر وتبقى ويا الطفل الى عمر سنه. ممكن هاي الهايبو بروليفراتيف فيس اوف انيميا، يعني الانيميا مال الطفل اللي مستمره خلال اول سنه من عمره، ممكن السبب مالتها هي شنو؟ انه الارثروبويتين، هذا الارثروبويتين اللي هو هرمون الارثروبويتين اللي يطلع من الكدني، هذا برودكشن باي ذا انفانت may also be contributed to low هيموغلوبين ليفل. انه هو الانفانت الطفل خلال اول سنه من عمره بعد الكلى مالته ما متكونه، يعني ما تقدر تطلع لي ارثروبويتين بطريقه صحيحه، يعني الكميه مال الارثروبويتين تكون كلش قليله، فالنتيجه راح تؤدي لي الى شنو؟ انه ما راح يتكون لي هيموغلوبين، لانه مثل ما قلنا لكم انه الارثروبويتين هو كلش هرمون مهم وبروتين مهم العفو، احتاجه حتى يحفز تحفز لي الخلايا الحمراء الارثرو يعني الارثروبويتيك سيل بالبون مارو حتى تكون لي الكريات الدم الحمراء. فبالتالي من انه الارثروبويتين ما يتكون لي وهو قليل، فاذا ما راح يحفز لي تكوين الخلايا الدم الحمراء. بعدين شنو راح يصير عندهم؟ يعني ممكن حتى بعدين شنو يصير عندهم؟ اكو فشي انه يسموه late hemolysis can continue to cause low blood count and elevated bilirubin، يعني ممكن حتى الهيموليسيس حتى يستمر لي، يعني ممكن حتى بعدين هماتين يصير عندهم هيموليسيس ويستمر لي هذا الهيموليسيس حتى يعني late hemolysis هم يستمر عندي. فطلاب بالنسبة بعد هاماتين فيما يخص الكوزز، مستمرين احنا لسه بالكوزز، انه الماتيرنال طبعا هسه اتوقع صارت عندكم واضحة الفكرة انه الالو اميونايزيشن هو اخطر من الايزو اميونايزيشن. الايزو اميونايزيشن يعني اكو ناتشرال انتي بودي هي اصلا موجوده بجسمنا ناتجه عن شنو؟ عدم تطابق بين فصيله دم الام وطفلها، يعني مثلا الام تكون فصيله او والطفل يكون له اي لو بي، فالنتيجه ام الجروب او عندها انتي اي وانتي بي، والطفل عنده انتيجين اي وانتيجين بي، فراح تجي هنا تسوي لي هاي الايزو اميونايزيشن. ليش اقل خطوره؟ لان قلت لكم يعني الاي بي او انتي بودي هو يكون ناتشرال، هو نوع اي جي ام، فما ينتقل بالبلاسنتا، وحتى اذا انتقل بالبلاسنتا فيكون تاثير كلش بسيط. والنتيجه الثانيه انه الانتيجينات الموجوده على سطح الخليه الحمراء مال الطفل هي بعدها مو كلش متطوره، وبالتالي بما انه هي مو متطوره كلش فالنتيجه انه ما راح تسبب لي مشاكل واني اخاف منها. اللي اخاف منه صدق انه هو الالو اميونايزيشن، يعني لما الشخص ما عنده انتي بودي بس اني
دخل لي فد شيء حفز لي هذا الجسم يسوي انتي بودي، وهذا الانتي بودي راح يكون اميون، هو يقدر يعبر البلاسنتا وراح يسبب لي هذه المشاكل اللي ممكن تكون بالفيتاس، يعني بالطفل وداخل بطن امه، او باليونت اللي الطفل لما يكون عمره شهر، او حتى تستمر هاي الافكت الى ان ما يصير الطفل عمره سنه. فالنتيجة اللي هي سببها شنو؟ انه اني دخلت كريات دم حمراء. هاي كريات الدم الحمراء هي تكون فورن، يعني غريبة، دخلتها منين؟ عن طريق مثلا previous pregnancy، previous transfusion، previous organ transplant، مثلا قبل الأماية صار عندها طفل وطرحت، زين، قبل صار سوت عملية، قبل صار عندها حمل خارج الرحم. هذا اني كلهن ممكن عن طريق يعني اكتسب يعني خلايا دم غريبة، واللي هي ممكن تخلي الجسم مالتي يكون لي شنو؟ اجسام مضادة اللي هي تكون نوعها اي جي جي، فاسميها الاوميون. طبعا خلال البريجنسي there is spontaneous mixing. طبعا احنا شلون يعني راح يصير انه الدم مال الطفل الام يروح للطفل؟ انه هو اصلا اكو من رب العالمين اكو دمج خلال يعني الحمل بين دم الطفل ودم الام، فهذا شيء يسموه فيتو ماتيرنال هيموريج. اوكي، يعني شلون يصير فد نزف وتبادل للدم بين الام والطفل. فالنتيجه انه راح يصير الميكسينج انكريزز ثرو اوت ذا بريجنسي، يعني هذا الشيء يبدي فد شيء قليل، يعني اول شيء بالبدايه خلال اول، ولذلك قلت لكم خليها ببالكم انه اذا تلاحظون نرجع لهنا، قلت لكم الالو اميونايزيشن والاي جي جي واللي اخاف من عنده وتزداد السيفيرتي مال هذا الديزيز، شو وقت تبدي؟ من السكند ترايمستر، يعني احنا عندنا الفتره الاولى مال الحمل اللي هي اول 3 اشهر، والفتره الثانيه مال الحمل اللي هي شهر الثالث الرابع خامس سادس، وعندنا شهر السابع ثامن تاسع. فالمشكله هنا شو كنت راح تظهر لي من شهر الرابع خامس سادس سابع ثامن تاسع؟ ليش؟ لانه تركيز الانتي بودي راح يبدي يزداد. ليش؟ لانه احنا يعني هذا الاتصال بين الام وطفلها، الدمج مال الدم مالتهم راح يبدي يزداد كل ما احنا تقدمنا باشهر الحمل. فيعني مثلا بالاشهر الاولى مال الحمل مثلا الانتي بودي تركيزها مثلا يكون فقط 3%، يعني بالفتره الثانيه من الحمل يكون 12%، بينما بالاخر فتره من الحمل يعني بالثيرد ترايمستر، يعني شهر السابع ثامن تاسع، راح يكون تركيز الانتي بودي 45%. فهنا راح يبدي يعني المشاكل صدق. فالنتيجه انه الهيموريتك ديزيز اوف ذا فيتس اند نيو بورن ديو تو ار بي سي الو انتي بودي، اللي هي الالو انتي بودي، يعني الانتي بودي الاميون نوعه المكتسب اللي هو اخاف منه. طبعا هو يكون rarely occurs in the first pregnancy، يعني كلش قليل يحدث بالفيرست بريجنسي، عكس طلاب الايزو انتي بودي اللي هو الانتي بودي الناتج من الاي بي او انتي بودي اللي هو اصلا موجود بجسمي اللي هو الانتي اي والانتي بي. ممكن يصير بالفيرست بريجنسي لانه اوريدي موجود بجسمي، يعني ما محتاجه اني سنسيتايزيشن تحفيز حتى اكونه. فالنتيجه انه يكون الفيرست بريجنسي الريسك ما قليل، بينما المشكله وين؟ الريسك بالليتر ان ذا بريجنسي، يعني ممكن يعني اللي اخاف من عندها شو وقت؟ بالسكند بريجنسي. طبعا فد معلومة لكم انه هي اهم انتيجين اللي هو اعتبره اميون هو منه الار اتش دي انتيجين، وبالتالي اني لما المرأة تكون هي ار اتش الامايه تكون ار اتش نيجاتيف والطفل هو ار اتش بوزيتيف، هنا هذا اللي اخاف من عنده، لانه هو الار اتش دي انتيجين هو اكثر شيء اميونوجين، يعني هذا الشيء يعتبره الجسم غريب، من يدخل للجسم راح يحفز للجسم انه يكون اجسام مضاده ضد هذا الانتيجين. فالنتيجه انه 85% من هذا ال RHD negative individual ممكن يسوون sensitization من يجيهم دم بوزيتيف، فالنتيجه راح يكونون انتي دي. الانتي دي تعرفوه بعد انتم ماخذين بالمحاضرات السابقه، هو اميون انتي بودي، هو وورم انتي بودي،
هو يطلع لي من اسوي indirect antiglobulin test، ولذلك حطوا ببالكم واحدة من حتى اني اشخص هذا المرض اني لازم اسوي indirect antiglobulin test، وهو اني لازم اني من اجي ادمج السيرم مال البيشنت ويا الدونر ار بي سي، لازم اني اسوي incubation بالحاضنة حتى اني اكتشف هذا النوع من الانتيبودي. فهذا شافوا انه ذولي الاشخاص اللي ممكن عندهم سنسيتايزيشن ممكن ياخذون بس كميه 200 مل اوف ترانسفيوجن من الار بي سي، ممكن راسا يصير عندهم هاي الانتيجين، وممكن حتى كميه اقل من الدم تسوي عندهم هذه الانتيجين. بعد شنو من الانتيجينات اللي هي خطره غير الدي انتيجين؟ طبعا قلنا احنا الار اتش دي انتيجين هو يعني اخطرهم، الاي انتيجين، السي انتيجين، الكي انتيجين، هذني كليتهن هم اعتبرهن من الاميون انتيجين، واللي ممكن هم اذا دخلت لي راح تخلي جسم المذر يسوي انتيبودي ضد هاي الانتيجينات. لهنا خلصنا البارت الاول من الليكتشر مالتنا. اني ما اريد اكمل لكم الليكتشر بمحاضره واحده، لان بصراحه يعني هي يعني محاضره شويه يعني مهمة ومعلوماتها غزيرة، فأني أحب إنه حبيت إنه أنتو يعني شوية على كيفي وياكم حتى تفتهمون أول شيء الباثوفيزيولوجي مال الديزيز هذا، إنه هذا الديزيز شنو الكوزز بيهايند إت، شنو الأيزو أنتيبودي، شنو الألو أنتيبودي، منو الأخطر منو الأقل، شنو راح يصير بالفيتاس أو بالإنيونيت وبالإنفانت، وإن شاء الله بالنكست ويك راح نكمل المحاضرة مالتنا اللي هي بالدايجنوسيس تشخيص المرض وعلاج المرض بالطفل بداخل بطن أمه ومن ينولد. أشكركم طلاب وإن شاء الله موفقين. مع السلامة.